شهدت محافظة الشرقية تنظيم ملتقى توظيفي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة حياة كريمة. شهدت فعاليات الملتقى تنظيم دورات تدريبية تحت عنوان طور وغير للتدريب من أجل توظيف، وذلك في إطار مبادرة توظيف مصر كأحد البرامج والأنشطة التي تساعد في القضاء على البطالة. بهدف تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين والقضاء على البطالة، نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة القوى العاملة ملتقى توظيفياً من أجل توفير 7500 فرصة عمل للشباب، وذلك على مدار يومين بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. مؤسسة حياة كريمة مش بتهدف بس ان احنا نبقى عندنا الشغل بتاع المشروعات والشغل بتاع البنية التحتية فقط، ولكن بناء الإنسان وتمكينه الاقتصادي هو هدف من أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومؤسسة حياة كريمة. بنحاول على قد ما نقدر برعاية محافظة الشرقية ان احنا نوفر لهم فرص عمل من خلال الملتقى اللي احنا بنقدمه على مدار يوم 5 و6 السبت والحد. حياة كريمة بدأت كمؤسسة تعمل شغل قوي جدا داخل المحافظة، تقدر تعمل اعمال يعني اقتصادية، دعم اقتصادي، بتعمل دعم للمرأة، بتعمل أنشطة مختلفة كبيرة جدا. إقبال متزايد على الملتقى الذي يشارك به أكثر من 58 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص في مصر، وذلك بحضور ما يقرب من 10,000 مواطن لتوفير فرص عمل لكافة المؤهلات والتخصصات لأبناء محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة. بيحصل ده حاجة جميلة جدا، وطبعا احنا بنشكر المسؤولين على حياة كريمة. انا بشكرهم على فرص العمل المتوفرة النهاردة، وفي الصالة المغطاة والله حاجة جميلة جدا وحدث عظيم. يعني بوفر فرص عمل لكل حاصلين على دبلومات وشهادات العليا واي شهادات، مش اي شهادة واحدة بس. حياة كريمة والله موفرة كل حاجة بسم الله ما شاء الله، يعني كويسة جدا والناس انا مبسوطة جدا. يعني ما سابوش اي حد من فئات المجتمع غير وان شاء الله ليه فرصة عمل هنا. تنفيذ مثل هذه الملتقيات يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للتوسع في إتاحة فرص عمل للشباب والخريجين من الجنسين، وكذا استراتيجية الدولة لدعم سوق العمل حيث تعمل كحلقة وصل بين الشباب والشركات.